يقدم عازف المقام الموصلي رامز الراوي مقطوعات من المقام الموصلي وتنزيلات ضمن مشروع أرشفة مقام الموصل الذي انطلقت أعماله في المدينة بدعم من المجلس الثقافي البريطاني والجامعة الأمريكية ومؤسسات تراثية محلية. اليوم أنا قدمت شيء بسيط عن تعريف بسيط عن مدينة الموصل وتنزيل الموصلية والمقام الموصلي، وأسندت حديثي بقراءة أيضا شيء بسيط من مقام الناري ومقام البنجوغا. المشروع الذي يقول القائمون عليه إنه يستمر لمدة عام في جمع أغاني الريف والمدينة والتنزيلات الموصلية، فضلا عن التراث الموسيقي لمكونات نينوى من الأكراد والأيزيديين والشبك وتركمان، يهدف إلى توثيق وأرشفة الموسيقى الموصلية والسعي لإعداد جيل جديد من الشباب يحافظ على الإرث الموسيقي. يعني يتضمن أرشفة وكذلك مشروع تاريخ شفوي، لأن مثل ما نعرف المقام العراقي هي هذه الشعوب اللي موجودة في المقامات الأصلية اللي تفرق المقام العراقي، وبها الأفراد لهم دور كبير في المقام العراقي والمقام الموصلي، ولهذا التاريخ الشفوي ومقابلة خبراء المقام لسرد حكاياتهم مع المقام هي طريقة مهمة لحفظ تراث المقام. مشاركون وفنانون ثمنوا الخطوة لما لها انعكاس على الواقع الفني، كونها ستكون مرجعا لأعمالهم فضلا عن اكتساب خبرات جديدة. أكيد احنا ندفع بهذا الاتجاه، خصوصا اذا كانت هي توثيق لتراثنا، انا ذكرتها راح ندفع باتجاه مشاركه الشباب واليافعين، ايضا ممكن انه ينقلون هذه يتعلمون هذه التجربه التراثيه، وهي بالتاكيد ستكون ارث لمدينتنا ومدينه الموصل. نتاجات اعمال هذا المشروع سيتم حفظها في مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعه اكستر البريطانيه المهتمه بهذا الشان، اضافه الى مؤسسات ثقافيه في جامعه الموصل وغيرها. أيتم احمد الحرة، الموصل.